ده ترانسفيرس سيكشن في الانتيرو ابدومينال وول، زي ما احنا اتفقنا قبل كده بيبان عندي دي الاكسترنال اوبليك ودي الانترنال اوبليك وده الترانسفيرسس ابدومينال. احنا كده في اللاترال بارت بتاع الانتيرو ابدومينال وول، داخلين على الميديال بارت بتاع الانتيرو ابدومينال وول. الاكسترنال اوبليك اهو عمل اكسترنال اوبليك ابنوروزس، ده الانترنال اوبليك اهو ماسل راحت عمل الابنوروز بتاعها اتقسم انتيرو لاير وبوستيرو لاير اهو. الانتيرو لاير غطى الريكتس ابدومينس والبوستيرو لاير غطى الريكتس ابدومينس من تحت اهو، يبقى الانترنال اوبليك عملوا انفولوب للترانسفيرس للريكتس ابدومينس. جات الترانسفيرس ابدومينس بطنت الديب لاير او الانترنال لاير بتاع الانترنال ايه اوبليك، فبقى عندي هنا الجزء ده اسمه الانتيرو وول اوف ذا ريكتس شيس، وهنا ده البوستير وول اوف ذا ريكتس شيس، والاثنين ريكتس شيس اتقابلوا في النص في اللينا قلبها. يبقى الريكتس شيس از ابنوروزس اوف ذا اكسترنال اوبليك ماسلد اند انترنال اوبليك ماسل اند ترانسفيرسس ابدومينس از ذي باس توورد ذا لينا اربا ذي فورم ان انفولوب فور ذا ريكتس ماسل. ذا بارت ان فرونت اوف ذا ماسل از كولد انتيرو وول اوف ذا ريكتس شيس، while the part behind the muscle is called posterior wall of the rectus sheath. الصورة دي بتوضح ال rectus sheath في أجزائه. لما نيجي سؤال بيجي لك يقول لك formation of the rectus sheath، وده common question زي ال inguinal canal ال formation and the contents of the rectus sheath. فباجي لل formation بتاع ال rectus sheath بقول له ايه؟ بقول له انا باجي بين الامبلايكس اللي دي السره وده الانتيرو سوبيرو اليك سباين في الوسط، اخد خط ابص الاقي الريكتس شيست اتقسم 3 بارتس، في ادي الريكتس ابدومينس اهي جاي الماسلز بتوع الابنروز بتاع الماسل بتوع الانتيرو ابدومينال وول بيشاركوا هنا في تكوين الريكتس شيس، يعني بيغطوا الريكتس من قدام ومن ورا. ابص الاقي الريكتس شيس اختلف تركيبه في الاجزاء المختلفه، فبقى فوق الكوستال مارجن هنا ليه انتيرو وول وبوستيرو وول مختلف عن تحت الكوستال مارجن هنا عن الجزء الثالث اللي هو تحت الخط اللي انا اخترته ده في الجزء الثالث من الريكتس شيس، تركيبه مختلف عن الجزئين اللي فوق. فعشان كده بنقول for the description of the rectus sheath بنقسمه لثلاثة بارت. هنبتدي في تقسيمته بالبارت بي اللي هو ما بين الخط بتاعنا ده اللي ما بين ميدواي ما بين الامبلايكس سيمفيس بيوبس لحد من اول خط ده لحد الكوستال مارجن. ادي هنا المارجن ده اللي هو الخط ده اللي هو المارجن اللي بنسميه الكوستال ايه مارجن، لحد الكوستال مارجن لحد الخط ده الريكتس شيس متكون من مما يلي. ابص الاقي الشرح اللي انا شرحته في السلايد اللي قبل كده، ادي الاكسترنال اوبليك اهو والانتيرو لامينا بتاع الانترنال اوبليك يكونوا الانتيرو وول اوف ذا ريكتس شيس. اما البوستيرو وول اوف ذا ريكتس شيس يبقى عباره عن البوستيرو لامينا بتاع الانترنال اوبليك واللي تحتها دي اللي بنديها الاسم بيسموها ترانسفيرسس ابدومين، يبقى ده البوستيرو لامينا بتاع الانترنال اوبليك ودي اسمها ترانسفيرس ابدومين. يبقى ده الانتيرو لامينا او الانتيرو وول اوف ذا ريكتس شيس وهنا البوستيرو وول اوف ذا ريكتس شيس. ده الميجور بارت اوف ذا ريكتس شيس اللي هو الانتيرو وول عباره عن الانتيرو لامينا بتاع الانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك، وهنا البوستيرو لامينا بتاع الانترنال اوبليك وهنا الترانسفيرسس ابدومين. نيجي بعد كده فوق الكوستال مارجن هنا ببص الاقي حاجه، ابص لا هنا اختفت الانترنال اوبليك، الجزء الاعلى ده ما فيهوش انترنال اوبليك، يبقى الانتيرو وول عباره عن الاكسترنال اوبليك بيكون الانتيرو وول والزايفويد بروسيس وسبعه وسته وخمسه كوستال كارتليج بيكون لي البوستير وول. يبقى ده الانتيرو وول اهو اللي هو الاكسترنال اوبليك والبوستير وول خمسه وسته وسبعه كوستال كارتليج. اما انزل تحت بقى اللي هو تحت اللاين اللي انا عامله ده اللي ما بين الامبلايكس والسيمفيس بيوبس اللي هو بارت سي، ابص الاقي حصل حاجه ظريفه جدا هنا، البوستير وول بقى الفاشيا ترانزفيرساليس فقط والانتير وول بقى الاكسترنال اوبليك اهي
ابنروزس، الانترنال اوبليك ابنروزس، والترانزفيرسس ابدومينس ابنروزس. كل دول عملوا لي ده الانتير وول بتاع ريكتر شيس، وهنا ده البوستير وول اوف ذا ريكتر شيس. هنا صور بتبين لي ده اللي هو الميدل بارت اللي هو تحت الكوستال مارجن اللي هو الميجور بارت. ادي الانتير وول بتاع الريكتر شيس عباره عن الاكسترنال اوبليك والانتير لامينا بتاع الانترنال اوبليك، والبوستير وول بتاع الريكتر شيس عباره عن البوستير لامينا بتاع الانترنال اوبليك والترانزفيرسس ايه ابدومينس. الاثنين ريكتر شيس بيتقابلوا في النص في اللينا ايه قلب. ده lower part of the rectus sheath اللي هو لقينا البوستير وول بتاعته عباره عن فاشيا ترانزفيرساليس، اما الانتير وول عباره عن الاكسترنال اوبليك، الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك ثم الترانزفيرسس ايه ابدومينس ابنروزس. الثلاثه دول بيكونوا الانتير وول اوف ذا ريكتر شيس، والاثنين والاثنين ريكتر شيس بيتقابلوا في النص هنا في اللينا قلب. هنا لما نيجي للكونتنتس بتاعت الريكتس ابدومينس، احب اسمع كلمه حلوه جدا اللي هو اقسمهم muscles vessels nerves. طيب الماسلز ايه هي؟ قال لك تو ماسلز، دي الريكتس ابدومينس اهي، في ماسل صغيره اهي بتبقى موجوده تحت هنا في الريكتس شيز برضو sometimes تبقى موجوده، دي اسمها بيراميداليز ماسل. بيراميداليز دي ماسل على فكره طالعه من البيوبيك كريست وماسكه في اللور بارت اوف ذا لينا قلبه، دي اسمها بيراميداليز ماسل. الماسل دي مع الريكتس ابدومينس بيعملوا لي الكونتنت الماسكولار كونتنت اوف ذا ريكتس شيس. نيجي للفيسلز، يبقى عندي اثنين ماسلز اهو اتفقنا، ريكتس ابدومينس وبيراميداليز ماسل. ما ننساش على فكره البيراميداليز ماسل بتاخد نيرف سبلاي من السب كوستال نيرف اللي هو تي 12 ثوراسيك 12. نيجي بعد كده الفيسلز، في جاي لي ارترز من فوق او فيسلز من فوق وفيسلز من تحت. الفيسلز من فوق اللي هم السوبيرو بيجاستريك فيسلز، وهنا اللي من تحت ده الانفيرور ابيجاستريك فيسلز. يبقى الفيسلز سوبيرو ابيجاستريك فيسلز وانفيرور ابيجاستريك ايه فيسلز. النيرفز في هنا اهو اللي احنا شايفينه ده اللي هو عباره عن اللور فايف انتر كوستال نيرفز والسب كوستال نيرفز اللي هو تي 12، لور فايف انتر كوستال اند سب كوستال نيرف اللي هو تي 12. اوعى تقول من ضمن الكونتنتس اوف ذا ريكتس شيس الاليو انجواينال والاليو هايبوجاستريك نيرفز، دول دايما تريكات بنسمعهم بيطلعوا غلط. احنا عايزين نعرف ان اللي يقول لنا اللور بارت اوف ذا لور فايف انتر كوستال نيرفز سب كوستال نيرفز. المنظر ده اهو مبين الحاجات، هنا ده جزء من الريكتس ابدومينس اهي، وبعدين ده الانفيرو بجاستريك فيسلز، وادي هنا ده السوبيرو بجاستريك ايه فيسلز، وبيبان المفروض على اللاترال سايد كده النيرفز اللي هو لور فايف انتر كوستال وسب كوستال نيرفز. المنظر اللي بعد كده هنشوفه دلوقتي ده البوستير وول بتاع الريكتر شيس. اللور بارت هنا بيبقى فاشيا ترانزفيرساليس بس، على اعتبار ان الانتير وول كان الاكسترنال والانترنال والترانزفيرسس ابدومينس. فده الجزء الاسفل من البوستير وول بتاع الريكتر شيس، هنا هنا مفيش الا فاشيا ترانزفيرساليس، لكن الجزء اللي هو الميدل بارت ده اهو ده فيه الانتر الترانزفيرسس ابدومينس باينه. الجزء اللي من الترانزفيرسس ابدومينس ده اللي بيفصل ما بين الميدل بارت اوف ذا ريكتر شيس واللور بارت اوف ذا ريكتر شيس، في هنا في الحته دي في لاين، الخط ده اللي هو اخر حته في الترانزفيرسس ابدومينس بتتشاف في ريكتس شيس، ده اللي بنسميها الاركوت ايه لاين. ده الاركوت لاين، هنا دي الفاشيا ترانزفيرساليز، وزي ما احنا عارفين كان هنا في الرينج اللي هي فيها الديب انجوينال رينج، وهنا في ارتري اهو اسمه انفيرور ابيجاستريك ارتري، وده طالع من الاكسترنال ايلياك ارتري، ده الاكسترنال ايلياك ارتري وادي الانفيرور ابيجاستريك ارتري. ابص الاقي الانفيرور ابيجاستريك ارتري جاي عشان يخش الريكتس شيس، يعدي شويه على الفاشيا ترانزفيرساليس، وبعدين يخترق الفاشيا ترانزفيرساليس ويخش هنا جوه الريكتس شيس، يعدي ان فرونت اوف ذا اركوت لاين عشان
يعمل اناستوموز مع الارتري اللي جاي من الانترنال ميمري ارتري اللي هو سوبيرو بجاستريك ارتري. يبقى المنظر ده انا بوري لك هنا، ده البوستير وول بتاع ريكتس الشيس اللور بارت بتاعته اللي هو تحت الخط الايماجينري لاين احنا عاملينه في فاشيا ترانزفيرساليس بس، لكن فوق بيبقى في هنا اركوت لاين ودي ترانزفيرسس ابدومينس، والاركوت لاين بيعدي من ان فرونت اوف ايت الارتري ده اللي بيسموه الانفيرور ابيجاستريك ارتري اللي طالع من الاكسترنال الياك ارتري.